دلوقتي الحوار كبر والداخلية هتعمل لك قضية، انت هتتقدم ببلاغ ضدها للتشهير بيك. بص حضرتك، هو اكيد انا مش هتقدم ببلاغ، عشان اول حاجه هي بنت، تاني حاجه يعني البنت بتبقى في لحظه الانفعال او لما بيبقى في عندها تراكمات بتقول اي كلام في لحظه الزعل. المفروض ان يعني ان الواحد يعني بيبقى في سنس معين كده يفهم اللي قدامه. وبعدين يعني انا كده كده هي دخلت اعتذرت لي، وانا مش شايل منها ولا زعلان منها في اي حاجه، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل.